العالم يترقب الرد الإيراني. أنا بتقديري الرد الإيراني سيكون مزلزلا هذه المرة، وسيكون نوعيا، وسيكون لا تتصوره، مثل ما لم تتصور الرد في طوفان الأقصى، ولن تتصور الرد القادم، باعتبار أن لا زال سيناريو 2020 في أذهاننا حينما اغتالت الأيادي الآثمة الولايات المتحدة الشهيد سليماني والمهندس. كان هنالك ردا قاسيا على عين الأسد، تذكر أستاذ سرمد، كانت هنالك قضية جد يعني كبيرة جدا. أنا أعتقد اليوم الأمور ما بعد الاغتيال تختلف ما قبل الاغتيال.